لكن محتاجين نطمن برضو ونشوف استعدادات الفروع المختلفة للنادي الأهلي في المقر الرئيسي أو حتى الفروع المختلفة. لكن محتاج أروح وأطير إلى فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد مع الزميلة العزيزة مريم سميح. مساء الخير يا مريم، وعايز أطمن منك بقى على الأجواء، وأنا شايف في حضور مميز جدا لأعضاء النادي الأهلي في الفرع في الشيخ زايد. مساء الفل يا محمد، ومساء الفل على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. إن شاء الله كمان يكون مساء الانتصار، ويكون أبطال الأهلي هم أبطال نهائي دوري أبطال إفريقيا زي ما أنت قلت بالظبط يا محمد، زي ما أنت شايف ورايا، لأن فرع الأهلي الشيخ زايد يعني كمان يعني بالنسبة للمساحة ده ساعد على وجود جماهير كبيرة جدا غير كل الأيام الماضية. أجواء استثنائية بصراحة يا محمد، إحنا بصراحة يعني مش قادرة أوصف لك عامل ازاي. في البداية بس عايزة اتكلم سريعا انه احنا اول ما جينا طبعا مبكرا قبل ما نطلع هوا، كان لينا حديث مع اعضاء النادي من كبار السن وكمان من الجيل الوسط. كان بالنسبة لنا كان عبارة عن حديث نوستالجيا، استعادوا معانا اجواء الثمانينيات، اجواء بطولة 82 طبعا برعاية كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو، وكمان اجواء بطولة الجيل الذهبي 2005-2006 برعاية مانويل. كل الناس كانت بتتكلم على الأجواء دي وعايزين يكرروا ده، لأن احنا من 2013 الأهلي لم يحصل على هذه البطولة، فبالنسبة لهم النهاردة جايين مراهنين رهان كبير قوي علشان يكون الأجيال كلها شهدت على هذه البطولة. زي ما انت سامع ورايا يا محمد كده بالظبط، سامع هزيج واللون الأحمر بإذن الله يكتسي النهاردة الأغاني. ان شاء الله يا محمد، وطبعا بتمنى لكل الناس ان احنا نفوز النهارده، وبتمنى ان ابطال النادي الاهلي يرفعوا راسنا فوق عليا، لان بصراحه الجمهور خاصه هنا في فرع النادي الاهلي من الشيخ زايد مراهنين عليهم رهان كبير جدا جدا. طيب اخر سؤال سريعا يا مريم، واضح ان في اجراءات الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي استعدت لهذه المباراه، يعني شايف ممكن يكون في شاشه عملاقه، مساحه ممكن تكون متاحه للاعضاء عشان يتابعوا المباراه بشكل طيب. بالظبط يا محمد، انا كنت عايزه اتكلم عن الموضوع ده سريعا يا مريم. من يعني كثافه الاقبال، على الرغم من كثافة الإقبال وعلى الرغم من الأعضاء النهاردة أكتر من أي يوم تاني أو من أي يوم مضى، إلا أن القائمين على النادي حاولوا بقدر الإمكان أن هم يحافظوا على يعني مش هنقول التباعد الاجتماعي، ولكن على تطبيق الإجراءات الاحترازية. كمان الأعضاء مساعدينهم بشكل كبير جدا، زي ما أنت شايف في عدد كبير قوي ملتزمين بارتداء الكمامات، وده ساعد القائمين على النادي أن هم يطبقوا كل الإجراءات. شكرا جزيلا لمريم سميح زميلة العزيزة ومراسلة قناة النادي الأهلي من فرع الشيخ زايد، ادتنا صورة طيبة جدا على متابعة هذه المباراة من داخل الفرع.